أهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من بالهنا، وكل سنة وإحنا طيبين ورمضان كريم بالعكاوي. النهاردة عاملين لكم عكاوي بقرع العسل، حلوة جدا، أكلة مش كل الناس بيحبوها لأنه بيقولوا عليها دسمة زيادة، وهي ده فعلا، بس طعمتها غير طبيعية. اللي بيحب اللحمة بجد هيعرف إن أحلى حاجة في اللحمة اللي هو كل ما هو جنب العظم، فدي احنا هنعملها بطريقه حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم. كنت عملتها لكم مره قبل كده بطريقه سهله جدا، المره دي شويه ايه كومبليكيتد كده، اهو شويه فيها شغل بس هتعجبكم. زي ما انتم شايفين عندنا حاجات كتير جدا. هبتدي اول حاجه اقولها لكم هي العكاوي. عندنا قرع عسل، عندي روزماري وزعتر فريش، عندي شوربه مع خل عنب ابيض احمر، عندي الطماطم واخداها ومقشرها ويعني تضربوها كده في الخلاط يعني صوص طماطم عادي، بصل وجزر وتوم، قرفه والانيس، ده عارفين زهره الانيس اللي احنا بنقولها نجمه انيس دي اللي هي اليانسو، بشر برتقان، خليني بقى اجيبها لكم كده اهو عشان تشوفوا الحاجات كلها، بقدونس، ورق لوري، بشر ليمون كمان، وبس خلاص تبتدي بقى. وعندي شويه شوربه. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هتحصل ناخد العكاوي بتاعتنا، نحط شويه زيت زيتون مش كتير لان هي العكاوي كلها اوريدي دسمه، فهي هتنزل حاجات، تنزل دهون كتير. فعايزاكم برضو وانتم بتعملوا الاكله دي تكونوا محضرين جنبكم، بعد ما هنديها تشويحه حلوه هنطلعها نحطها في مصفى. والحركه اللي احنا بنعملها دي من اهم الحاجات في الاكل، ان احنا نحمرها تحميره كويسه. حاطين ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. بعد ما تتحمر معانا بالشكل ده في نفس الطاسة هنشيلها دلوقتي ونحطها في المصفى عشان عايزينها تنزل على قد ما تقدر من الدهون اللي فيها دي. برضو بنعمل عكاوي بس برضو ايه، ما مش لازم ناخد كل الدسامة دي يعني. وفي ذات نفسها انا هنزل شويه زيت صغيرين من ده عشان مش عايزه كل ده، لان ده برضو الدهن بتاعها، بس عايزه شويه كده اهو علشان هننزل فيهم على طول البصل. كل ما هنزود البصل كل ما طعمها هيبقى حلو، مع الجزر كله مع بعض، ياخدوا كده تشويحه مع بعضهم. وانا عندي الشوربه بتاعتي هحط فيها شويه من الخل العنب الاحمر، الخل مع الشوربه. اللي احنا طالبينه ان هو ياخد لون شويه. بص هو طبعا بياخد لون وبياخد كل الريحه بتاعه العكاوي اللي احنا كنا لسه محمرينها فيها، عشان كده لازم استعمل نفس الطاسه. وبعدين هقلب كل ده، هشتغله في حله علشان بقى عايزينها بقى نعمل ستو، يعني نعمل ايه حاجه متسبكه.
بتاخد تقريبا من ساعتين لثلاثة الأكلة دي، فعايزة شوية صبر. بس دايما بنتفق إن الصبر دايما بيدي لنا حاجات حلوة قوي قوي قوي. مش دايما بيقولوا لنا اتقلوا على الرز عشان يستوي، دلوقتي بقول لكم اتقلوا بقى على العكاوي عشان تاكلوا عكاوي صح. مش بإن احنا نعلي النار ونستنى، لا، نوطي النار خالص وننساها. هقول لكم امتى بقى هننساها. لما نوصل للمرحلة دي ننزل تقريبا بكوباية شوربة اللي فيها شوية خل العنب الأحمر، ونستنى خالص إلى أن تتشرب. نزود شوية كمان، وده اللي هيطرلنا بقى إيه الحاجات دي كلها، والطعم كله هيبقى فيها طعم العكاوي، طعم البصل. نستنى خالص لغاية لما تتشرب. هجيب دلوقتي أنا الحلة اللي هنشتغل فيها. وفي المرحلة دي هنزل الستار أنيس ده أو نجمة اليانسون، وهحط معاها فصين او عودين قرفه، وبشر البرتقال، ورق اللوري. يا جماعه ده انا نسيت احط الثوم. الثوم يتحط قبل ما نحط الشوربه، انا اسفه هحطه دلوقتي. معلش بتحصل، نسيت احط التومه. اهي التومه، نرجع هنا تاني عشان هبقى محتاجاها، ونقلب. لغايه دلوقتي ما حطيناش ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، كل ده هيجي بس لما نيجي نحط ايه الصلصه. كل اللي انا عايزاه ان الشوربه اللي مع الخل دي تتشرب كويس. احنا تقريبا خلاص وصلنا للي احنا عايزينه. كل اللي هيحصل دلوقتي انا هجيب بقى الحله بتاعتي كده. طبعا لو عندي طاسه كبيره او وك كان هيبقى اسهل، بس ايه خلينا كده. كنت معوداكم من اول رمضان ان احنا نعمل حاجات سهله وخفيفه، بس برضو رمضان يحب كل شويه من وقت للتاني نعمل حاجه كده وهو دسمه وجميله. لما هنوصل للمرحله دي هحط صوص الطماطم بتاعي، وهحط معانا على طول. بصوا ده زعتر وروزماري، نلفه في حاجه عشان بعد كده بقى ما يطلعلناش واحنا بناكل، عشان بقى لما نيجي نشيله الحياه تبقى سهله. ما نفضلش بقى نشيل من حته من كل شويه، من يعني حته كل شويه كده نلاقيها طلعنا في عند حد. ودلوقتي هبتدي املحها وافلفلها. اهو الفلفل وهو الملح. وانتوا عارفيني دايما بحب مع الطماطم احط سكر. سكر كده صغيرة، نقلب الحاجات دي كده مع بعض. وأول ما تبتدي تغلي، شايفين عمالة بتنقط لغاية دلوقتي في الفات بتاعها، في الدهن بتاعها اللحمة. شم ريحة ايه دلوقتي؟ شم ريحة قرفة، شم ريحة بشر البرتقال، مهم جدا جدا.
شم ريحة الأنيس اليانسون وطبعا ورق اللوري والأعشاب اللي احنا حطيناها الروزماري وكده، هو ده اللي عندي في الحلة وطالع عليا كده اهو واحنا صايمين. لما تبتدي تغلي بالمنظر ده نرجع بقى تاني العكاوي للحلة. ونقفل عليها ونستناها لمدة ساعتين. هسيبكم كده لمدة ساعتين وارجع لكم اقول لكم ايه الستيب اللي بعد كده او الخطوة اللي بعد كده اللي هنعملها. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا مره تانية. انا كنت اوريدي عامله عكاوي وكانت جاهزه. ايه اللي حصل؟ ان انا هطلع العكاوي من هنا من الصوص اللي احنا كنا عاملينه. اوكي اهي مثلا، ونشيل لو شفتوا كده اهو الواحد بيشيلها بمنتهى السهوله والسلاسه ازاي. عشان كده قلت لكم نحطها دايما في بدوباره. اوكي ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ ان احنا بنطلع العكاوي ونسيبها كده على جنب ونبتدي ناخدها حته حته ونخليها بايدينا كده. اوكي نحب برضو ايه ندلع الزبون، نحب الناس تاكل الحاجه بقى بدون عظم والكلام ده كله، لا الحاجات تبقى جاهزه. اوكي وهو احنا عملنا خلاص الحاجات زي ما انتم شايفينها هنا، ونجيب زي ما اتفقنا ان احنا عندنا قرع عسلي. هحط القرع العسلي دلوقتي في الصوص مع العكاوي اللي احنا قطفناها فصصناها. تخيلوا عكاوي تتقطف وخليهم كده يستووا مع بعض لمده نص ساعه كمان. يعني القرع العسلي هياخد نص ساعه. بصوا تاخد بقى زي ما تاخد على حسب القرع العسلي كبير ولا صغير متقطع ازاي، بس كل ما نسيب العكاوي تستوي كل ما طعمها هيبقى احلى. اوكي ونغطيها. ايه اللي فاضل لنا في الاكله دي؟ هقول لكم ايه المفروض لسه نعمله فيها. اللي المفروض نعمله فيها لما تستوي، وانا اوريدي عندي شويه مستويين وجاهزين، ان انا اعمل فوقيها زي ما انا حطيت قشر برتقان، عندي كمان قشر ليمون وعندي بقدونس وعندي ثوم، عشان اعمل بيهم ايه؟ عشان لما اغرفهم احطهم على الوش. شوفوا بقى ازاي هتحصل اهو. شويه تومتين، نجيب السكينة قشر كده على طول. والأكلة التانية معانا النهاردة أكلة لطيفة جدا، هي مش أكلة هي سلطة. بعد ما عملنا الأكل ده طبعا احنا هيبقى عندنا الرز الأبيض بتاعنا، يعني تاكلوها زي ما انتوا عايزين تاكلوها بالعيش هتبقى برضو حلوه، بس انا بحب بقى اعمل معاها حاجه خضراء كده ايه تروق على قلبنا تهدي الكلام اللي احنا هنعمله ده. فعامله سلطه خضراء باللوز المحمص في زبده. سلطه بالزبده النهارده، عامله لكم سلطه يا جماعه بالزبده. المهم انا هقطع الحاجات دي كده رفيع. ايه هي المقادير بتاعتنا؟ المقادير بتاعتنا عندي جرجير، عندي شبت مقطف، عندي بقدونس مقطف، عندي كزبره مقطفه، عندي ريحان برده مقطف، كل الحاجات هتفضل زي ما هي. عندي ورق زعتر برده مقطف، لوز، عصير ليمون، وزبده وملح وفلفل وزيت زيتون وخلاص. خليني بقى ارجع لكم لدي. دي مش هتاخد وقت معانا، بس ايه خلوني ايه نكمل العكاوي بتاعتنا. اقطع كده صغير عشان ما نجرش. نجيب طبق نحط فيه هؤلاء، نحط بشر الليمون معاه وشويه بقدونس حلوين كده، وكل دول كده نعملهم مع بعض.
والخلطة دي برضو بنعملها على الأوسوبوكو، على أي لحمة بتتعمل في ستو أو في صوص طماطم أحمر، بتديلها طعم ونكهة وتخليها فريش، بدل ما هي إيرثي قوي كده كلها أرض، يعني مش أرض يعني كلها دسمة وتقيلة، دي هتخليها لايتر. وإحنا اتفقنا أن البقدونس بيساعد كتير جدا على الهضم، فدايما مع اللحمة اتفقنا قبل كده دايما حتى لما بنعمل كباب وكفتة دايما بنلاقي بقدونس، فأهو حطينا البقدونس وأنا عندي شوية جاهزين عشان بتاخد شوية وقت قلت لكم، فاضطريت أن أنا أعملها لكم بدري. هعرفها لكم، شوفوا بقى الجمال والحلاوة. يومي 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 يومي. هي أكلة شتوي أكتر بصراحة، بس أنا قلت إيه أعمل لكم تريت كده أو حاجة حلوة كده على رمضان، ممكن برضو نبقى نعملها في العيد الكبير، مش تبقى وحشة أبدا بعد الذبح والكلام ده كله، تبقى لطيفة. ونحط بقى فوقيها بالمنظر ده، ايه فوالا، وخلصت. اوكي العكاوي بتاعتنا خلصت، ودلوقتي بقى نبتدي نشتغل في السلطه بتاعتنا العظيمه دي. والسلطه دي لوحدها مش محتاجه يعني حاجه كده ريفرشنج، زي ما قلت لكم بعد ما ناكل العكاوي نحس الدنيا تقلت علينا، نقوم واخدين لنا طبق سلطه من دول نقوم كده شارح قلبنا. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي هقول لكم في منتهى السلاسه. يبقى عندنا طاسه على النار، نحط فيها حتة زبدة لطيفة، نسيح كده الزبدة خلاص مش عايزينهم، نجيب البولة بتاعتنا نحط فيها بقى الخضرة كلها، ده البقدونس والكزبرة، هقطع. اهم حاجه في السلطه لما نيجي نغسلها تتغسل كويس قوي، تتنشف كويس قوي، ودايما اقول لكم حكايه تتنشف دي ليه ننشفها، علشان بتسهل ان الصوص او الدريسنج يمسك فيها وخصوصا الزيت. انا غالبا هقطع شويه نقطعها كده تحط عليها، اهو ريحان وشويه زعتر زي ما هو، زي ما احنا قايلين احنا مقطفين كل حاجه مش مقطعينها، شويه زي ما انتم شايفين شبت. الناس اللي بيحبوا الخضره يعني دايما زمان كانوا بيقولوا في برضه في شرق اسيا يعني في ناحيه ايران وكده للستات بالذات، ان الست لو عايزه تخلي نضاره جلدها وشكلها وريحه بقها في الاكل لازم يخلصوا الاكل بشويه سلطه خضراء، فهو احنا عاملين اكله دسمه ومعاها شويه سلطه خضراء وجرجير. كل الحاجات كده دي نخليها مع بعض، طبعا احنا مش متعودين الحاجات دي، متعودين ناكلها في المحشي من غير الجرجير. ها كل الحاجات دي ايه اللي احنا هنقلها تاكلها قلنا اماني ده، بس جربوها ومش هتندموا يا ستات مصر، هتتبسطوا جدا منها، من الريحه اللي هتسيبها لكم ومن اللي هتعمله لكم بقى في جسمكم بقى في في في, في جلدكم والحاجات دي كلها. نيجي هنا تاني وابتدي احمر شويه لوز. ولما يتحمر بقى بالشكل ده وعايزين الزبده تبقى بنيه بالمنظر ده، بس المهم ان احنا نسيبها تبرد، هنحطه كده هنا على جنب شويه لان انا برضو عايزاه يبرد، مش عايزه احطه سخن على الخضره عشان ما تموتش مننا، والزبده كمان. انا دلوقتي اللي هعمله هعمل كده اهو، هسيبها كده على جنب تبرد شويه الزبده، وبرضو اللوز ناخد شوية ملح وفلفل، ناخد فلفل حلو بقى فرش، وزيت زيتون دي معلقة،
كل اللي هيحصل دلوقتي انا هحط شويه زيت زيتون كاننا بنعمل دريسنج عادي جدا لاي، والملح، فلفل اسود مجروش، ليمون، حط دي هنا كده، عصير ليمونيه كده، نقلب دول كده كده كويس جدا جدا مع بعض. وابتدي انزل على السلطه بتاعتي بس بالحاجات دي كده، بالدريسنج العادي اللي هو ما فيهوش اي حاجه، ملح وزيت زيتون وفلفل. لطيف. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ بايديا شويه شويه كده منتهى الرقه والنعومه. مش عايزين الـ 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 الورق بتاعنا يتكسر ولا حاجه، بس عايزه اتاكد ان كل ورقه عندنا من السلطه دي اخذت ايه حقها من الزيت والليمون والملح والفلفل. اوكي اهي. ودلوقتي ايه اللي هيحصل؟ نديهم كده هنا. هاخد اللوز اللي احنا لسه محمصينه ده، احنا ممكن نحطه كده زي ما هو بس انا احب اكسره شويه. ده خليها هنا برده، دي الجودنس كلها، كل الحاجات الحلوه اللي في اللوز. ونبتدي نكسره. ليه عملت كده قبل ما احمره؟ علشان الطعم بيختلف خالص. انا عايزه الابيض من جوه يفضل ابيض، مش عايزاه كلها تتحمص. وننزل كده السلطه بتاعتنا. وتاني هنعمل نفس الحكايه ونيجي عند الطبق اللي احنا هنغرف بيه كده اهو. يا سلام يا سلام. والزبده فين الزبده؟ انت قلتي ان الحكايه فيها الزبده، حالا هتيجي الزبده. نجيب كده الزبده ونحط شويه كده ايه على الوش. وبكده الحلقه بتاعت النهارده بتاعتنا خلصت، اللي هي كانت عباره عن عكاوي مع سلطه خضراء في منتهى الشياكه والطعامه والحلاوه. كل سنه واحنا طيبين ورمضان كريم وبالف هنا.